بصوا الخامة تحفة، الخامة بتاعته جميلة جدا. بصوا دي الطرحة اهي، بصوا الشكل، هنقيسه بقى مع بعض، تعالوا شوفوا المفاجأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. الفيديو ده بقى فيديو مختلف شوية، بما ان يعني ان انا ما عنديش غير اسدال واحد بس، والاسدال ده كان من السنة اللي فاتت، واللي كانت جايبهولي كانت ايمان اختي وكده. بصراحة انا اللي روحت جبته، ولا اللي نقيته، قالت لي روحي هاتي اسدال ونقيه وعجبك خلاص ده عندي انا. وبعدين هي اللي جابتهولي بصراحة، ربنا يخليها ليا، يا رب ما يحرمني منها ابدا. وكالعادة السنة دي وانا ماشية في الشارع الجديد يا جماعة، لقيت مصنع اسمه مصنع الهرم في الشارع الجديد، في نص الشارع الجديد قدام شارع المعصرة تقريبا، لان انا لقيت عنده صفحة كده مكتوب في الصفحة ان قدام شارع المعصرة. انا اول مرة اسمع ان شارع ده شارع المعصرة، انا اعرف ان هو شارع إيلاش، قدامه كده شارع إيلاش، بس هو مكتوب كده في الصفحة. هنزل لكم بقى اللينك بتاع الصفحة في الكومنتات، هثبته لكم، والصورة برضو بتاعة الصفحة بتاعته، ممكن تبحثوا عنه وتدخلوا تشوفوا. عنده تشكيلة تحفة من العبايات بصراحة. انا ماشية بالصدفة كده، حتى ما كنتش اعرف ان ده اساسه مصنع، او اعرف ان ده محل موجود هنا من كتر المحلات اللي في الشارع الجديد. انا ما كنتش اعرف اي حاجة خالص، انا بالصدفة ماشية كده عجبني اسدال ومجموعة من العبايات القطيفة تحفة بجد، تحسوا ان هو منقي كل قطعة على ذوق. يعني المحل متنقي فيه العبايات، يعني مش انتي مثلا هديكي مجموعة عبايات تنقي منها، لا، تحس اللي هو متنقي كل عباية ومحطوطة كده كأنها تحفة فنية. بصراحة هنزل لكم الفيديو وانا بشتريه، ومجموعة من العبايات شكلهم تحفة بصراحة. ان شاء الله نبقى نروح هناك ونقيس شوية عبايات كده اهوت، عشان نفرجكم عليها ونقول لكم الاسعار ونقول كل حاجة عن المصنع ده. بس تعالوا نشوف القمر ده ونقيسه مع بعض ونشوف الجمال. بصراحة لون مختلف، وبالنسبة للاسعار بامانة انا والله العظيم هو ولا طلب مني اصور ولا طلب مني اي حاجة، انا اللي طلبت اصور. وبصراحة بسبب الاسعار، يعني انا شفت طبعا زي ما انتم عارفين الاسعار كلها زادت بالنسبة اللي انا سألته. انا سأل على الاسدال ده اونلاين عند كذا حد، الاسدال ده يقول لك 400 390 380، في واحدة بس كانت بتبيعه ب 350 عشان تقريبا عايزة تخلص من الباقي. لكن ده بكام؟ قال لي 300 على طول. انا حتى ما فصلتش معاه، رغم ان انا لو كنت فصلت معاه كان ممكن ينزل لي، لكن بصراحة انا لما لقيت قال لي 300 انا سألت بره، قلت هوجع قلبي ليه؟ لا، فهو بصراحة يستاهل، وخامته تحفة ولونه كمان جميل قوي. وبصراحة علشان في تصفيات وعلشان بقى اخر قطع وكده، يعني انا بصراحة كنت نفسي في الاسود لكن ما كانش فيه الاسود وبعدين تصفيات، فعشان كده بص اللون هنقيسه مع بعض ونشوفه. بصوا قبل ما اقلبه بس، علشان في حزام كده، في حزام كده مقلوب، بص هو مقلوب في حزام كده قدام علشان ان انت تربطيه، ان انت تضيقيه او تديله شكل كده من قدام. بصوا الخامة تحفة، الخامة بتاعته جميلة جدا. بصوا دي الطرحة اهي، بصوا الشكل، هنقيسه بقى مع بعض، تعالوا شوفوا المفاجأة. ايه رأيكم في القمر والجمال ده كله؟ بصوا الجمال، تقفيله، التقفيل تحفة بجد، حلو قوي. يعني اللون ده مش هو اللون اللي انتوا شايفينه دلوقتي بالظبط، لا، هو الكاميرا طبعا بتختلف اللون، يعني هو لو فعلا مبين لكم اللون فاتح شويه، لا، فهو اغمق سنه، يعني هو في الحقيقه اغمق سنه. بصوا بقى الجمال، نلبس بس الطرحه مع بعض، هي الطرحه لازقه فيه كده، بصوا الطرحه لازقه فيه، بصوا
وقد ايه واسع ممكن يلبس لحد 100 كيلو او اكتر كمان. ايه الشياكة والأناقة دي يا ولاد؟ ايه الشياكة والجمال ده؟ طبعا بقى يعني ممكن ان احنا نكتفي بيه ان احنا نسيبه كده، لكن انا بحب ادخله جوه كده، الفه على رقبتي من ورا، مش هيبقى مكلكع ولا حاجة. بصوا الفه كده وبعدين امسك. ممكن بقى انتي تلبسيه بالطريقة المعتادة اللي هي دي كده، تحطي بقى دبوس كده هنا. والله قمر، والله قمر. بصوا ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. هنا بقى بالظبط اهوت الحزام، انتي بقى ما بتربطيه بيدي بقى شكل كده، بيدي شكل كده. لكن احنا هنسيبه كده بما اننا احنا جايبينه بقى، يعني الازدالات تبقى بقى لرمضان نصلي بيها، نستقبل بيها برضو اي حد اللي محدش بيجينا ده. فصراحة شكله تحفة، لونه كمان جميل جدا. ايه رأيكم؟ 300 جنيه. والله انا ما مصدقة يا جماعة، تفصيله ولا قماشه ولا الكنار. بصوا بصوا الروعة، بصوا الجمال، الجمال. وبيدفي بقى كده، الله، زبدة زبدة. ممكن بقى تلبسيه كده، ودي اكتر اكتر حاجة انا بحبها بصراحة. حط بقى دبوس كده او اسيبه عادي، مش هيفك لان كده كده هو اساسا متخيط من ورا ومن قدام. ايه رايكم بجد؟ عايزاكم تنزلوا في الكومنتات تقولوا رايكم، وتشوفوا الصفحه بتاعته، تدخلوا الجروب بتاعه، وعجبكم اي حاجه من العبايات اللي انا هنزلها. انا مش عارفه هنزلها في الفيديو ده ولا هعملها في فيديو لوحده وانا رايحه اشتريه وانا بصور في المحل عنده. انا مش عارفه هنزلهم مع بعض ولا هسيب ده كده فيديو لوحده والتاني فيديو لوحده، على حسب. في الحالتين هنزل لكم اللينك بتاعه، في الحالتين هنزل لكم الصفحه بتاعته، فانتوا ممكن تبحثوا عنها وتدخلوا تسالوا بقى وتتفرجوا على الموديلات. شويه موديلات روعه روعه روعه. بصوا بصوا الجمال، بصوا وسعوا قد ايه، شايفين وسعوا؟ ولا ان هو شفاف، ولا ان هو مثلا يبين اي دفوهات او اي حاجة خالص، مع انه ان هو فاتح بس مش ببين اي حاجة خالص، وفي نفس الوقت شيك ومحترم. وتنزلي تصلي بيه، كل سنة وانتم طيبين في رمضان، وربنا يسعدنا يا رب كلنا، ويجي رمضان كده واحنا فرحانين ومبسوطين. و اشوفكم في فيديو جديد. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو اول مرة تشوف القناة فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد، واوعي تنسي تقوليلي بتتابعيني منين علشان دي حاجة هتفرحني. وباي باي.